في الهجوم. مشاهدينا أيضا نبقى في الشأن العربي وننتقل إلى السودان، حيث يرأس أو يقود رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وفد السودان المشارك في أعمال القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس القادمين والتي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية. ويرى خبراء أن مشاركة السودان في هذه القمة تعد فرصة كبيرة يجب استغلالها لعكس التحولات السياسية التي يمر بها السودان، خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية. كذلك تعد القمة فرصة للسودان لعرض إمكانياته الضخمة في مختلف الموارد الاقتصادية وفي مجالات الاستثمار المتعددة، وستبحث القمة التعاون الأفريقي الروسي في المجالات السياسية والاقتصادية بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه علاقات روسيا مع الدول الإفريقية.